طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعربي. من موقع الحرف 28، الحوثيون يختطفون 15 طالبا من جامعة إبه. ومن موقع يمن مونيتور، المجتمع الدولي بطيء في إنهاء أزمة اليمن. ومن أخبارنا المنوعة، دراسة بريطانية تقول نصف الروس في لندن مخبرون. أهلا بكم. لا أمان للطالب في زمن ميليشيات الحوثي، فهي بعد أن حرمتهم من كافة حقوقهم أصبحوا هدفا لها بالقصف أو الاعتقال. وآخر ما أقدمت عليه ما جاء في موقع الحرف 28، الحوثيون يختطفون 15 طالبا من جامعة إب. وأفادت مصادر محلية قيام مسلحين حوثيين في أمن الجامعة باختطاف 15 طالبا من أمام عمادة شؤون الطلاب بالجامعة. وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي اقتادت الطلاب إلى جهة مجهولة موضحة أسباب الاختطاف تحت مبرر الاشتباه بهم. ويفيد الموقع يأتي ذلك كخطوة استباقية تخشاها الميليشيات الانقلابية من اندلاع احتجاجات طلابية قد تخرج عن سيطرتها. وسبق أن اختطفت عددا من طلاب الجامعة إبان ثورة الجياع الشهر الماضي، ولا يزالون في سجونها حتى اللحظة. يواصل الطلاب في مختلف مدارس اليمن، وكثير منهم ما زال في انتظار الحصول على الكتاب المدرسي. وعنوان موقع المشاهد نت: الكتاب المدرسي، غياب في المدارس وحضور بالسوق السوداء. وقال الموقع أنه رغم مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسي في محافظة تعز، إلا أن الطلاب في الصف السابع أساسي، أو الطالب في الصف السابع أساسي عمار حمود، لا يزال يبذل كل جهده بحثا عن كتب مدرسية بعد انعدامها كليا في مدارس ريف مديرية شرع بالرونة شمال محافظة تعز وغيرها من المديريات. ويقول عمار للمشاهد: ما زلت أبحث عن منهج ولا أدري من أين أحصل عليه، فهذا العام مختلف تماما عن العام الماضي الذي وجدت فيه بعض الكتب في منازل الجيران من بقايا أعوام مضت ونصفها ممزق ولا أعرف ما الحل. مديرة مدرسة عائشة بمنطقة بئر باشا بمديرية المظفر بمدينة تعز لطيفة هزاع تؤكد للمشاهد وجود عجز كبير بالكتاب المدرسي يصل إلى 60% لجميع الكتب، خاصة منهج الصفين السادس والخامس، مشيرة إلى أن مشكلة انعدام المنهج الدراسي لا تقتصر على جانب واحد شرعية أو حوثي، بل هناك عجز ونقص ضحيته الطالب والمدرس، بل العملية التعليمية برمتها. ويحدث هذا العجز للكتاب المدرسي في المدارس مع تواجد الكتاب في السوق السوداء في كل مكان أو في كل مدن اليمن، الأمر الذي يثير تساؤل الطلاب عن سبب تواجده في السوق وانعدامه في مكاتب التربية المعنية بتوفير الكتب لمدارس الجمهورية. المشروع المصلوب فوق خرافتي الولاية والسيد، تحت هذا العنوان كتب سفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع الحرف 28، والذي قال فيه: ما إن أطلق وزير الدفاع الأمريكي مؤخرا مبادرته للحل السياسي لأزمة اليمن حتى وجد تنابلة الحوثي في ذلك فرصة للحديث بصخب عن الوطن والمشروع الوطني على نحو بدوا فيه وكأنه منزعج من حديث الوزير. لم يكن الصخب الذي أطلقوه حول الوطن والمشروع الوطني سوى مزيج من الفجور السياسي والأخلاقي، فالمشروع الوطني عندهم هو الخرافة الكبرى التي طوقوا بها التاريخ ليجعلوا منه مقعدا بلا حراك على كرسي الولاية مجهولة النسب، إلا من بقايا وشم لخارطة جينية لا تقدم أي دليل على توازن عقلي من أي نوع كان. وأما الوطن كما يتجسد في مخيالهم السياسي فهو ملحق بخرافة أخرى اسمها السيد، أخذت تنمو مع الوقت في أحضان الخرافة الكبرى باعتباره القرين الذي يستلهم منه ناموس الحياة، وفيه يختزل الوطن وتختزل المعاني المرادفة له كالإخلاص والتقديس والتضحية. وبذلك فلا معنى للوطن بدون السيد، ولا معنى للمشروع الوطني من دون الولاية. كفوا عن التدليس باسم الوطن الذي أدمته مغامراتكم الصبيانية،
وتوقفوا عن اللغو حول المشروع الوطني الذي صلبتموه فوق خرافة الولاية، وعودوا إلى الواقع وإلى وقائع التاريخ، واعترفوا أنكم جزء من هذا المجتمع. لا يميزكم عن أبنائه نسب ولا عرق ولا دم ولا كلام من ذلك كالذي يردده أدعياؤكم الذين ظلوا يحملون معاول تدمير هذا البلد والنبش في تاريخ معفر برائحة الموت. تابعت العديد من المواقع الأخبارية المقابلة التي أجرتها قناة بلقيس مع وزير النقل صالح الجبواني، ويعنون موقع المصدر أونلاين. وزير النقل يقول: الإمارات وميليشيا المجلس الانتقالي تسيطر أمنيا على الموانئ والمطارات، واتهم الموقع بتصريحات واهتم الموقع بتصريحات الوزير حول المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة في آلية الرقابة والتفتيش التي اعتمدها التحالف منذ بداية الحرب، وأن هناك قائمة أصدرها التحالف للمطارات والموانئ تمنع استيراد بعض البضائع دون أن يتم التنسيق مع الحكومة أو أخذ رأيها، وهي قائمة صارت تتوسع كل يوم. وساق وزير النقل الجبواني اتهامات للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقال إنه مارس الكثير من الأعمال الطائشة والصبيانية خلال الفترة الماضية، وكان يريد تفجير الوضع في عدن خلال يناير الماضي من خلال إطلاقه شعارات ووعودا كاذبة حول تمثيل أبناء الجنوب. وأضاف المجلس يتفق مع الحوثيين في عدائهم للشرعية والدولة الاتحادية وقرارات مجلس الأمن. في الحاجة إلى الرئيس العاقل، تحت هذا العنوان كتب أسامة عثمان مقاله في العربي الجديد مضيفا: يكتسب الزعيم أو الرئيس في بلادنا العربية أهمية خاصة بما يتوفر عليه من صلاحيات فعلية وقدرة على الانعطاف ببلده نحو الأمن أو نحو الهاوية. وعلى الرغم من أهمية المحيطين به من مستشارين وأعوان، إلا أن الواقع الفعلي العربي عموماً وفي الأقطار الأكثر تعرضاً للاستبداد خصوصاً، يشهد على قدرة الحاكم العربي على تشكيل تلك الحاشية بالإقصاء أو التقريب لكل من ينسجم مع رؤيته إذا صح استحقاقه هذه الرؤية. تأتي أهمية هذا القول من مجمل الأضرار الفادحة التي جرها على العرب والمنطقة حكام أو نافذون تفردوا في قرارات انعطفت ببلادهم وبالمنطقة إلى حروب مدمرة أو إلى فقدان الاستقرار السياسي والاجتماعي أو إلى تحديد السلم الأهلي وتوهين النسيج المجتمعي. وليست الأمثلة للأسف بعيدة عن الأذهان. قرار صدام حسين احتلال الكويت واستجلابه أمريكا عسكرياً، ثم اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وما أحدثه في لبنان من غليان، ثم قرار الجنرال عبد الفتاح السيسي فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية وما جناه على تجربة الوصول السلمي إلى السلطة والنكوص بمصر سريعاً إلى ما كانت عليه أو أسوأ، ثم كانت الهزة الكبيرة التي أحدثتها جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. ولكل ما سبق، تمس الحاجة في البلاد العربية إلى منسوب أعلى من الحكمة والرشد، وهذه الصفات مرتبطة بالنضج الطبيعي في الإنسان ثم بقدرته على اكتسابها. وأحياناً يكون مزيد الغرور الناتج عن الجهل المركب عائقاً أمام اكتسابها، وعلامة ذلك عدم الاندفاع بالعواقب والاستمرار على النهج العقيم نفسه، بل أحياناً الإمعان فيه عناداً وتخوفاً من الاتهام بالضعف ولو كان ثمن ذلك الخراب الكبير. قالت مبعوثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنجلينيا جولي إن المجتمع الدولي بطيء بشكل مخزن فيما يتعلق بأزمة اليمن. وأدى حديث النجمة الشهيرة أنجلينيا جولي والمبعوثة الأممية إلى التركيز أكثر على الحرب في اليمن، وعنون موقع يمن مونيتور: مبعوثة أممية، المجتمع الدولي بطيء بشكل مخزي في إنهاء أزمة اليمن. وحثت أنجلينيا جولي في بيان وزعته المفوضية الدولية بجنيف مجلس الأمن الدولي على إيجاد نهاية قائمة على التفاوض للحرب في هذه البلاد. وأضافت: نشاهد الوضع يتفاقم إلى النقطة التي أصبح فيها اليمن على شفا مجاعة ويواجه أسوأ انتشار لوباء الكوليرا في العالم خلال عقود. وكررت أنجلينيا تحذيرات الأمم المتحدة من أن نحو نصف سكان اليمن البالغ عددهم نحو 14 مليون نسمة قد يصبحون قريبا على شفا المجاعة.
في أسباب الحنين إلى الاستعمار تحت هذا العنوان كتب توفيق رباحي مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا في أجزاء منه. العالم كما هو اليوم كرس الإيمان بأن الخوف على الهوية وشغف الحرية والاستقلال لم تعد عوامل كافية لتبرير الانفصال، وسوق أن الانفصال في دولة هشة وحديثة قد يكون أخطر على الهوية والحرية من البقاء تحت سيادة دولة قوية كما هو حال كالدونيا الجديدة وفرنسا. كما أن الشعوب في زمن العولمة وتداعياتها لم يبقى لديها ما يكفي من الصبر والأمل للاستمتاع باستقلال ضجر ومكلف. انتهت اللعبة، وتغول التكتلات الإقليمية لم يترك للضعفاء فرصة للتفكير المنفرد. جميلة شعارات الحرية والاستقلال، ومفيدة في المجتمعات التي عانت ويلات الرجل الأبيض القادم من بعيد جدا ليفعل ما يشاء في أرض ليست أرضه وبشعب لا يعرفه ولم يؤذه. لكن الشعارات حطمها الواقع المر، خصوصا في السياق الدولي الحالي الذي قاد إلى تطور في العلاقة بين المستعمر والمستعمر غاب فيها العنف المباشر. كم من شعب استقل ولم يتحرر؟ كم من دولة أخرجت الاستعمار وبقيت تابعة له؟ كم من دولة استرجعت حريتها مبتورة؟ لا يمكن في المقابل إهمال فشل الدولة الوطنية المستقلة في تحقيق الحد الأدنى لشعوبها. في أفريقيا وأسيا هناك شعوب استقلت في النصف الثاني من القرن الماضي، لكنها بسرعة نسبية كسرت تابو الاستقلال مقدس، وباتت لا تستحي من التعبير بصوت عال وبأكثر من طريقة عن حنينها للاستعمار. عندما يرى سكان كالدونيا ما حل بالمغرب والجزائر وكوتوفوار وباكستان وغيرها بعد الاستقلال، فلا أحد يحق له لومهم على تفضيلهم البقاء تحت السيادة الفرنسية. تتحدث صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير ترجم لقناة بلقيس عن أن التحالف لا يسعى للتصعيد، حيث نقلت عن مصدر في التحالف قوله أن قواته التي تتدخل عسكريا في اليمن تحت القيادة السعودية تدعم جهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق عملية السلام ولا تسعى للتصعيد رغم العمليات الجارية في الحديدة. وقال مصدر في قوات التحالف طلب عدم ذكر اسمه: ليست عمليات هجومية لكن عمليات نشر لحماية قواتنا وتوسيع المحيط الأمني في مناطق معينة. تفيد الصحيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى وقف فوري للعنف في اليمن لمنع البلاد من الوقوع في الهاوية في حين تهدد المجاعة نصف السكان. وقال مصدر في التحالف أن التحالف بقيادة الرياض ملتزم بخفض الأعمال العدائية في اليمن ويدعم بقوة العملية السياسية التي يسعى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى إحيائها. وأضاف: إذا لم يحضر الحوثيون في محادثات السلام فقد يؤدي ذلك إلى استئناف الهجوم على الحديدة. فصل جديد يبدأها هي ريح العقوبات تهب على الاقتصاد الإيراني، وفي موسم الرياح لا بد من الالتفات إلى حزام الأمان. هذا ما كتبه غسان شربل في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في أجزاء من المقال. يأتي الفصل الجديد من العقوبات الأمريكية في وقت لم تعد الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الإيراني خافية على أحد. حملت الشهور الماضية مؤشرات صريحة: تراجع قيمة الريال وزيادة معدلات التضخم والبطالة. الاحتجاجات الإيرانية المتنقلة عبرت هي الأخرى عن نقمة شعبية تجلت في إضرابات سائق الشاحنات والمدرسين. يضاف إلى ذلك شعور الإيراني العادي أن عليه الاستعداد لأيام أصعب تلزمه بشد الحزام أكثر من ذي قبل. في المقابل لا تملك السلطات الإيرانية خيارات كثيرة. واضح أنها تحاول استدراج موقف أوروبي أقوى أو أكثر وضوحا. لا شيء يوحي أن أوروبا قادرة على لعب دور استثنائي في هذا السياق. الآلية المالية التي جرى الحديث عنها لن تعمل قبل شهور، وقد تكون محدودة النتائج. الشركات الأوروبية الكبرى تفضل السلامة، ويصعب أن تختار الأسواق الإيرانية إذا كانت تعني خسارة الأسواق الأمريكية. ثم إن أوروبا ليست في أفضل أيامها، تراهن إيران على الوقت،
ولعلها تراهن على قدرتها على انتظار نهاية ولاية ترامب. تراهن أيضا على أصوات أوروبية تعتقد أن العقوبات تصيب الناس ولا تضعف هذا النوع من الأنظمة، وأن التيار الإصلاحي في إيران سيكون الضحية الأولى لأي عقوبات جديدة سيصورها النظام حصارا على البلاد لا على نظامها. يحلم ترامب في ضوء السابقة الكورية الشمالية أن تؤدي العقوبات المؤلمة إلى إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات، مع الاستعداد هذه المرة لتغيير سلوكها. لا بد من الانتظار لمعرفة ما إذا كانت إيران ستكتفي بمقاومة العقوبات داخل حدودها أم ستحرك أوراقها الإقليمية في هذه الدولة أو تلك، وهل تصل الردود الإيرانية إلى حد التحرش مباشرة أو بواسطة الجنود الأمريكيين في المنطقة أو بأمن المضايق والممرات. أفاد مركز أبحاث بريطانيا في تقرير جديد صدر وصدق عليه مدير سابق لجهاز الاستخبارات الداخلية MI6 بأن ما يصل إلى نصف عدد المغتربين الروس الذين يعيشون في لندن مخبرون. وعنونت صحيفة القدس العربي في أخبارها المنوعة: دراسة بريطانية تقول نصف الروس في لندن مخبرون. قال التقرير الذي عده مركز أبحاث هيرني جاكسون الذي أولد روسيا ما يصل إلى 200 ضابط في المملكة المتحدة يتعاملون مع ما يزيد على 500 عميل. وزعمت الدراسة أن ما يصل إلى نصف عدد المغتربين الروس الذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص يعيشون في لندن هم مخبرون لموسكو أو كانوا كذلك. كما أفادت الدراسة بأن عملية الاستخبارات الروسية تبلغ 52 ضعف حجم نظيراتها البريطانية. ويأتي هذا التقرير في عقاب تسميم سيرجي سيكريبال العميل الروسي المزدوج السابق في إنجلترا في وقت سابق من هذا العام، والذي زعمت القيادة البريطانية أنه هجوم ارتكبه عملاء روس. وقال ريتشارد ريدلوف المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية: يجب أن يستفيق الغرب للتهديد الذي يشكله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وديكتاتوريته الفاسدة والوحشية. أثار مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري جدلا كبيرا في مصر بحسب شبكة البي بي سي، لأنه يهدف إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. عضو مجلس النواب غادة عجمي في حديثها لبي بي سي قالت إنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظرة اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، مشيرة إلى أنها لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي. وتعتقد النائبة أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه. واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبت أو ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم. قد يمر مشروع القانون بعدة مراحل وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب كي يصبح ساريا. أولها توقيع نحو 60 نائبا لموافقة أو بالموافقة على تقديم مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب الذي يحيل بدوره مشروع القانون إلى لجان نوعية مختصة للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة لإبداء الرأي النهائي والتصويت عليه. مجموعة من الصور نشرتها صحيفة الديلي تلغراف البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم، تظهر في أغلبها صورا للحيوانات بالإضافة للعديد من الأحداث من العالم. نتابع.
ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابعه في فقرتنا التالية. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.